السلام عليكم، شرفة ديالي تبارك الله عليكم. عيدكم مبارك سعيد، عيد الصحة والهناء وباش ما تبنيتو ان شاء الله. بيني وبينكم منظر واعر ياه. حاليا حنا في مدينة وادلو، جينا لهنا باش نفطرو ونكملو الطريق ان شاء الله لواد القمر. واد لو بقى خاوي اخوتي، حيت اليوم تاني عيد، في عيد الفطر. كنعاود نبارك عليكم العيد ونقول لكم مبروك العيد، عيدوا بالصحه والهنا. اللهم اغفر لنا ولكم وتقبل الله منا ومنكم سائر الاعمال ان شاء الله. الدراري هما واقيلا طلبوا الفطور. هذا كاين غير فلوس كيتقسموها. جيت في الصوابة. أي وصلنا لبوحمد، وقفنا كما كتشوفوا، وقفنا نستناو الدراري، باقي ما وصلوش باش غنطلعوا من هنا. هذه هي الطريق ديال واد القنر، غنوصلوا حتى لسوق الخميس. كتباركي تما وكتشبر الطريق عاود على رجلك. المناظر هنايا واعره بزاف، والله العظيم الا واعره. شوف تبارك الله، هذاك اللي كتشوفو بغارة ناس بحر السطيحات، اللي كنا واقفين قبيلاتي السطيحات وبوحمد، مناطق غزالة. وأغلبية الدراري اللي معانا هنايا من هاد المناطق هادو اللي هنا. أي يا خشطافة الخير موز، بارك الله. كلشي لبس عليه، كلشي واجد، كلشي كدا. انا بيدي انا بدلت اللبسه، زولت السروال، عملت الشورت، سبادري الماء، حيت ملي نهبطو للقاع. دابا حنا في سوق الخميس، غنعاودو للقاع باش نصبرو الطريق ديال الواد. تما الطريق كامله ميمه، فهمت؟ كاين شي مواطا كيوصلوا المتن هنايا، هانتوما تشوفوا كلشي معانا. يلا الدراري يلا، كونوا خفافين وضرافين. مع واحد استكشاف، استكشفوا ساعد قال لك حلل، وانا جامع كطلل عليه الكيف. ها الجامع وهاد الكيف لا 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 لا. السلام عليكم، واش مبروك الحبيب، الله يعاون. كيف كبرى
تخيل سقال سقال كيف الله يا شوف شوف تلينا حمل حمل الواد حمل الواد او يا بن علي كاين شي فرانات ولا هون بارك الله عليك كلشي موجود الله يبارك فيك اخ الهبط اخوتي كي تما شبه واقفه ولكن ما باقي لنا والو عليه نوصلوا للقاع باش نبداو الطريق في الوادي ان شاء الله شي حاجه بحال الدار ديالو بحال واخيرا وصلنا لقم الواد الدراري كتصور مع هذا الشله صغير غنعملوا شي شربه د الماء ان شاء الله وغنشوفوا الطريق هيدا هنا كيكونوا التابولات في الصيف دابا كيتسمى شهر 6 هذا ثاني عيد باقي ما تركوش التابولات باقي الدنيا خاويه حنا اول زوار من هذه المنطقه في هذا العام هذا العمراني تبارك الله عليك بخير هانيه واش مبروكه هذا السي عمراني ديالنا حداد الراجل الله عمره سلعه جيتو القنار اجيو عنده ما تخموش بشي حاجه سقسوا على العمراني سقسوا على العمراني غيكون عنده التابولات هنا ان شاء الله وعدلوا بنايا ضيفنا عنده ان شاء الله نسقسوا عنده مويلطات وكدا حتى نرجعوا في الساعه الغدا نعدلوا الغدا عنده تبارك الله عليه لف اخوتي في دينه ما يطلع مع شي واحد يعاون غيطلع بوحديتو قال لك احتجتوا اي حاجه مرحبا والمسائل ديالكم كامله انا نطلعها وننزلها حتى تساروا مع راسكم وترتاحوا اجيو مرحبا بكم وقف قالوا له شي واش التهريسه ولا الفكاهه ما قالوا له شي التهريسه ولا الفكاهه لا ما قالوش قالوا له قالوا من الاحسن من الراديو قالوا بان مقصر قدر الله ما شاء فعل هذا الشيء ما يقول الانسان وقع لنا واحد المشكله اخوتي تما في الواد القنار واحد اصدقاء ديالنا كيتسمى تقلب له رجله وطاح في واحد الجرف صغير وما قدرش ينوض ورجله كيحرقوا بزاف ضرينا اننا نهزوه ونخرجوه حتى انا تنقوم دلواد فاش جات فالكونيطا طلعتنا وجات بونانسيا هزاتو لهنا سطيحات واحد الدكتور هنا ما بغاش يقول له شنو المشكل خلينا حتى نهبطو لتطوان ونشوفو واش كاين التهريسه ولا غير الفك وصافي ولكن الحمد لله النفسيه ديالو ارتاحت شويه ماشي بحال اللي قبل حيت كان الحرق بزاف مأثر عليه وانتم كتعرفوا بنادم ما كيعرفش راسو واش مهرس واش مفكوك واش هذا ولكن الحمد لله دابا بخير النفسيه ارتاحت راه يونس كيف بقيتي الخوا الحمد لله زياده واه الدراري كامله تخلعت على يونس دابا كيتسمى الحمد لله كل باقي ما عرفيش واش التهريسه ولا الفك وانما دابا النفسيه ديالو مرتاح صافي اخوتي بخير وعلى خير النفسيه ديالو ارتاحت جات بولونسي طابطون تيطوان باش يعمل الراديو تشوف واش كاين التهريسه ولا غير الفك الحمد لله هادشي اللي كتب علينا الله الضرب الاولي هو الضرب الثاني.
يقولوا يرتاحوا ماشي رجع في سبيل الله خيرس في سبيل الله صح.